يستمر في الدوري المصري بهذا النمط يعني. هو طبعا قبل ما نتكلم على التحكيم بس عاوز اوضح حاجه مهمه جدا، ان احنا النهارده بنجرب او مش بنجرب، احنا اشتغلنا فعلا في تقنيه الفيديو اللي هي المفترض ان هي بتقلل من اخطاء التحكيم. على فكره البار او تقنيه الفيديو دي ظلت حمايه للحكم، يعني في حاجه مهمه ان تقنيه الفيديو الموجوده ديت ما ظلت حمايه للحكم عشان خاطر الاخطاء بتاعته اللي هو ممكن يرتكبها في المباراه، هنا الفيديو بيتدخل وممكن يصلح من الاخطاء. ولكن عاوز اقول حاجه مهمه، ان احنا تقنيه الفيديو مش بس حكم اون فيلد وحكم فار، لا في كمان عناصر ايضا مشتركه. كابتن هاني عشان بس نوضح للناس، عندنا موضوع النقل ده مهم، نقل تلفزيوني، عندنا الكاميرات اللي موجوده في ميدان اللعب، عندنا كمان الشركه اللي هي بتشرف على التقنيه، كل هذه الامور داخله. امور كتير جدا يا كابتن وهنتناقش مع حضرتك فيها بشكل مباشر، لكن انا دايما بحب افتح الحوار من نجيب الاول من جذوره شويه. هل عندنا فعلا في مصر ازمه تحكيم بقالها فتره؟ ده جزء حتى قبل الفار نتكلم، وهل لما جه الفار ده كان ساعد العمليه التحكيميه او ساعد